منذ أن ارتدى القميص الأحمر ارتبطت به جماهير الأهلي نظرا لموهبته ومهاراته وإخلاصه وحبه للنادي. ولا تنسى الجماهير الهدف الذهبي الذي أحرزه في الهلال السعودي. هو أحمد نخلة، أحد أهم وأفضل لاعبي الجبهة اليسرى بالكرة المصرية في حقبة التسعينيات. ولد أحمد السيد أحمد النعماني في 5 فبراير عام 1971، ولمع في أهم مدارس الكرة وقتها بالمقاولون العرب، حيث ظهرت موهبته الشديدة في قيادته لفريقه حتى أنه حصد أفضل ظهير أيسر عام 1993. انتقل للأهلي عام 1995 وقدم مستوى رائع طوال فترة تواجده داخل القلعة الحمراء، ونجح في تحقيق 5 ألقاب من بينهم مرتان للدوري وكأس سوبر وبطولة النخبة العربية وكأس مصر. ولم تنس له الجماهير حتى الآن إخلاصه الشديد للأهلي وهدفه القاتل الذهبي في مرمى الهلال السعودي في نصف نهائي البطولة العربية عام 1996 بعد نزوله كبديل بلحظات ليصعد بأبناء الرداء الأحمر إلى نهائي البطولة التي توج بها على حساب الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة 3-1 وسط حضور جماهيري ملأ جنبات استاد القاهرة. تسببت الإصابة اللعينة في عدم إكمال أحمد نخلة مشواره بالأهلي، وتنقل بين عدد من الأندية حتى خلع الحذاء وأعلن اعتزاله لكرة القدم واتجه للتدريب، حيث قضى ما يقرب من 11 عاما في دولة الكويت ما بين القادسية والتضامن. ولأن الأهلي لا ينسى أبناءه، فقد تولى أحمد نخلة مهمة المدير الفني لأكاديمية الأهلي فرع المنوفية باعتباره من أبناء شبين الكوم، ويحقق نخلة نجاحا كبيرا في مهمته الجديدة. نجم الأهلي السابق يتحدث عن العديد من الملفات في الأشبال. اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيف النهارده اللي انا يعني كنت بستمتع بيه، كان باك عصري، كان رجليه الشمال زي ما شفنا في التقرير ما شاء الله كان بيحرز اهداف رائعه، كابتن احمد نخله. منورك يا رب. يخليك يا سمسم، متشكر جدا، وانا اللي بتشرف ان اكون موجود معاك في طبعا في قناتنا، قناه النادي الاهلي، وسعيد بالمقدمه دي طبعا، وانتظر الفرصه طبعا ان انا اقول لك يعني ما شاء الله وانت برضه كنت مهاجم جميل جدا وكنت ممتاز وتاريخك كبير جدا طبعا يا استاذ. يعني بس قول لي بس الهدف في التقرير، هدف الهلال السعودي في البطوله العربيه. الهدف الذهبي حلو جدا يعني جداً. ده يعني انا لو بتفرج مش هقول استحاله يبقى باك ليفت هو اللي بيحرز الهدف ده، ده مهاجم والله يا سمسم. هو طبعا اول حاجه توفيق ربنا سبحانه وتعالى، كانت بطوله مهمه جدا على المستوى الشخصي ليا انا يعني شخصيا. كان موجود الكابتن ثابت البطل الله يرحمه، دي الكوره وقتها بالظبط، كان موجود يعني عدد كبير جدا جدا الله يرحمه كابتن صالح حسين كان هو رئيس النادي. كان العدد اللي موجود من اللعيبه النجوم الكبار دولت كان برضو حاجه قويه جدا جدا يا اسامه. ان كابتن شبير كان موجود، حسام ابراهيم وكابتن اسامه عرابي ومحمود ابو الدهب، سمير كمونه، سامي قمصان، شادي، هادي خشبه، وليد صلاح الدين، يا عمرو الحديد، ياسر ريان، مجموعه يعني مش عايز اقول لك كميه نجوم كبيره، مش عايز انسى حد شمع معانا فيه. تمام. فمجدي طلبه. تمام. شعورك ايه وانت جاي، انت جيت من نادي المقاولين مع كابتن سمير كمونه، شعورك وانت داخل وسط النجوم وفي لعيبه النادي الاهلي؟ والله هو شعور كان يعني يعتبر يعني كانت خطوه يعني كبيره جدا، وكانت برضو الواحد كان بيفتخر بان هو هيلعب للنادي الاهلي، والحمد لله ما عداش وقت كبير يعني، وربنا وفقني في البطوله العربيه كانت في استاد القاهره طبعا، ان انا يعني اكون اساعد بجزء بسيط ان انا يعني اعطي للنادي الاهلي ان بطوله زي دي كبيره، بطوله عربيه، كان يعني وقتها كان الهلال السعودي ده كان فرقه كبيره جدا جدا، ودايما كانت من الفرق المرشحه تاخد البطوله العربيه بالظبط. يعني حتى لو انا افتكر حتى يعني يوسف السنيان كان من ضمن المجموعه دي، من ضمن الهلال السعودي، الدعاية حارس المرمى. ما تعرضوا لنا الهدف كده واحنا بنتكلم. ايوه يا سلام. بص لسه بقول اعرضوا لنا الهدف، معانا على الخط على طول ان شاء الله. الاعداد ممتاز. بص بقى الهدف معانا كابتن نخله. كابتن ابراهيم حسن طبعا ده مدافع، ده قوي جدا، كان محترف، وكابتن ابراهيم حسن عمل العرضيه دي، انا نازل مكانها مش حنفي، مستر هولمان كان موجود الفتره دي، هو كان يعني مبدل هشام وقال لي انت مش هتلعب يعني باك ليفت، انت هتنزل زي هاف شمال يعني تكمل
فالشركه الهجومي تعمل الزياده العدديه. هو توفيق من عند ربنا يعني، انا الحمد لله ربنا وفقني، لكن انا برضه عايز اقول لك حاجه ان ايه التوفيق موجود، وانا برضه كان يعني الحمد لله يعني التكنيك بتاعي كان كويس جدا جدا، كنت مركز قوي ان انا برضه الكره ما جاتش في كتفي ودخل الجول يا اسامه، لا يعني لا انا مهيئ نفسي مستني بالظبط كده، رجعت خطوتين توقعت خطا المدافع ان هو يشيلها بالشكل ده، وبرضه ان انا اخدها في فريستايم دي طبعا يعني ما شاء الله انت قريب من المكان ده يا اسامه وتعرف يعني ايه انك تجيب جول في فريستايم، الحمد لله توفقت فيها، ويعني الهدف ده بالنسبه لي هدف نقلني نقله كبيره جدا يعني جمهور النادي الاهلي. اكيد البدايات مهمه وهنتكلم عنها، لكن عايز ابتدي بقى بالخطوه دلوقتي اللي الكابتن احمد نخله موجود فيها من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، وتم تعيينه في اكاديميه الاهلي في المنوفيه. تمام. خطوه مهمه جدا والله. طبعا يا اسامه يعني يمكن كابتن شطه وكابتن محمود الخطيب لما كان في كلام ما بينهم وشافوا مين اللي يكون موجود في المنوفيه يعني يقدر يمسك المنظومه هناك. والحمد لله رب كابتن شطه كلمني وبتكليف من كابتن محمود الخطيب، طبعا انا ما ترددتش طبعا ان انا ارفض طبعا، وافقت على طول يعني، وحتى ما اتكلمناش في العائد المادي ولا ما فيش كلام من ده، مجرد قالوا لك خلاص بالظبط كده بالظبط، زي ما انا برضو مضيت مع النادي الاهلي مع باشمهندس عبد الرقيعي مضيت من غير ما اتكلم في عقود ولا حاجه، الحمد لله نفس القصه يعني، حاضر كابتن شطه انا تحت امر النادي الاهلي والحمد لله رب يعني. اعتقد يعني ان احنا لما بدانا من 21/8 محافظ المنوفيه شبين الكوم نادي ميت خقان. تمام. النادي موفر لنا حاجات كتير جدا من خلال طبعا من خلال قناه النادي الاهلي، بشكر طبعا الاونر بتاعنا الحاج طارق شعبان رئيس مجلس اداره نادي ميت خقان. موفر لنا حاجات كتير جدا بصراحه. ويمكن حتى دي لقطات معانا كمان هناك من الاكاديميه والتدريب تدريبات الولاد يعني ما شاء الله ازاي موحد هناك النظام الادوات التدريب مظبوط يعني حاجه ما شاء الله ناجحه يعني. عندنا حتى يمكن يا سما المجموعه اللي موجوده مجموعه المدربين كلهم كلهم على مستوى فني عالي. كلهم يملكوا شهادات علميه كويس. اللي معاه لايسن بي واللي معاه لايسن سي. تمام. معانا دكتور اخصائي علاج طبيعي موجود باستمرار بيفيدنا كتير جدا جدا، لو لا قدر الله حد التحم مع حد او حد وقع لوحده او حد حس يعني باغماء او حاجه، لا الحمد لله كابتن شطه برده بصراحه حتى شاف الملعب كمان يعني، دايما المعتاد يقول لك الاكاديميات وملاعب مهمله، لا ده ما شاء الله ملعب يعني نجيل طبيعي يعني يتلعب عليه دوري ممتاز كمان بالظبط. ارضيه الملعب يا اسامه كده لسه بقول لك حضرتك النادي دوت ما شاء الله رئيس النادي بتاعه مهتم جدا بحته الارضيه، ارض جميله جدا. الملعب كويس قوي، ادواتنا كلها كويسه جدا، حتى الكور كمان بشكل كبير الحمد لله كامله، ادواتنا كامله الحمد لله مش بنحتاج حاجه يعني. اعداد كبيره ما شاء الله كمان، برغم انت حضرتك بتقول لي 21/8 يعني من فتره قصيره، فتره قصيره لكن الاعداد ما شاء الله اقبال كبير. كان احنا بدانا 21/8 ب 80 لعيب. دلوقتي اللحظه اللي بكلمك فيها وصلنا ل 140 لاعب ما شاء الله. كنا شغالين يا دوب ساعه وربع او ساعه ونص كده يا اسامه، دلوقتي فصلنا بقينا نشتغل مجموعه وحده. برافو عليك. بنشتغل وحده ساعه وربع وبعدين يطلعوا وتنزل كمان مجموعه ثانيه يشتغلوا، والحمد لله رب اعتقد ان احنا في استقرار عندنا. وانا بس بحاول برضو من خلالك اطمن اولياء الامور ان برضو في ناس مستعجله ان احنا عاوزين اولادنا يلعبوا في النادي الاهلي. فانا بقول الحمد لله يعني، انا بقول دي خطوه ولسه احنا بنحاول نعمل في مرحله ان احنا بنعلم ونأسس الاولاد دلوقتي المرحله دي، ويفهموا حاجه برضو ان في ناس كتيره جدا جدا مستعجله ان انا عايز ابني يظهر بشكل كويس. هو الاكاديميه ده زي مصنع التعليم بالظبط يعني كده. ده ما مكان انت بتتعلم فيه بالظبط، بتتعلم فيه سلوكيات، بتتعلم فيه الفنيات، علشان بعد كده كابتن شطه واللجنه الفنيه في الاكاديميه بتنزل تختار اللعيبه المميزه بعد كده وتروح قطاع الناشئين تم اختبار. اللي انت بتقوله ده اصلا فعلا بيتم بالظبط بكل كلمه كابتن شطه بصراحه يعني. يعني اعتقد برضو ان انا حابب اشكره برضو ان هو برضو موفر لي حاجات كتير جدا في الفرع، ان قال لي نفس الكلام، قال لي اللي فنيا يعني اللي عندك يا ابو حميد لازم تعمل على طول. لازم تعمل لي تقرير مثلا اللي عالي يعني، لو فيه لو حتى 3-4 خلاص انت شايف ان هم مناسبين يجوا في النادي الاهلي، يجوا في المرحله بتاعته ويتشاف من خلال كويس. المدير الفني ومدير كمان مدير قطاع ناشئين كابتن خالد بيبو كمان على تواصل معانا، فده شيء مهم جدا طبعا. وعندكم ما شاء الله كمان يعني مدير فني للاكاديميه كابتن خالد الله عامل شغل كمان اكثر من رائع طبعا. شايف فكره الاكاديميات وانتشارها في المحافظات كان الاول مقتصر على
القاهره بس، الاهلي كان ليه فرع او فرعين في القاهره، لكن دلوقتي ما شاء الله اكاديميه الاهلي انتشرت في جميع محافظات مصر. والله ده شيء يعني اقول لك يعني شيء ايجابي جدا جدا من اداره النادي الاهلي واداره الاكاديميات الكابتن شطه بصراحه، يعني حاجه مفيده جدا جدا ان انت بتدي فرصه، بتدي فرصه انك تشوف مواهب. حتى في ناس في لعيبه كوره برضو او في اولاد صغيرين ما عندهمش المهاره الكافيه لكن بيتعلموا، في ناس يعني في الوحدات التدريبيه اسامه في ناس عندها استيعاب للمهارات، في عندها استيعاب ايجابي وفي ناس عندها استيعاب ضعيف جدا، لكن مع الوقت بيتعلموا كره قدم. بنتكلم من سن 4 سنين لحد 13 سنه انت بتعلم وتاسس، الفتره دي تعليم وتاسيس. مقومات يعني بنتكلم عن اللياقه البدنيه كمان مهمه جدا جدا ان اللاعب يكون عنده لياقه بدنيه. مقومات اللياقه البدنيه بنتكلم في قوه، في تحمل، في سرعه، في رشاقه، في مرونه. انا باخد الحاجات المهمه جدا بالنسبه لي اللي هي المرونه والرشاقه وتوافق للسن الصغير ده يا اسامه. ايوه لسه مفيش تحملات بالظبط، مفيش تحمل، مفيش قوه، لا انا بديله هو مع التقسيمات السمول جيم في الاخر بيلتحم غصبا عنه مع الولاد، بياخد قوه اجباري لوحده بطبيعته، لكن احنا شغالين بشكل علمي زي ما حضرتك قلت. الكابتن خالد عبد الله بصراحه برضو في تواصل معاه والكابتن شطه، البرنامج بيتحط برضو ان احنا بنحاول برضو عشان في ناس بتزهق يا اسامه من احنا ليه شغالين على طول السلام وتسليم، ليه شغالين على طول جري بالكوره. لا ما انت النهارده زي ما قلنا انت في مدرسه تعليميه بتعلم الولاد. بالظبط. كابتن احمد نغله حضرتك اشتغلت في مجال التدريب فتره خاصه كمان في الناشئين والشباب الفتره دي أسقلت الكابتن احمد نخله وتعلمت منها كتير. طبعا انا يمكن الحمد لله رب برضو كان جات لي فتره اشتغلت في دوله الخليج دوله الكويت، قعدت فتره هناك اشتغلت في قطاع الناشئين، حتى شهاداتي التعليميه يا اسامه اللايسن بي اللايسن سي واللايسن بي واللايسن اي واخدهم من الاتحاد الاسيوي هناك، وانت عارف صعبه جدا الاتحاد الاسيوي برضو مش سهله زي الاتحاد الافريقي. اشتغلت في قطاع الناشئين على جميع المراحل من 12 سنه لحد 15 و17 ولحد ما اشتغلت مع مدير فني صربي استفدت منه كتير، واشتغلت كمان صعدت فريق اول مدرب عام مع واحد برازيلي برضه، البرازيل انت عارف كورتهم قريب مننا من مصر، بيحبوا المهاره والاستحواذ كتير والانتشار والدبل باص، كل تمارينهم كلها كوره، 3 ضد 3 4 ضد 4 مربعات في 2 يعني كلها متعه. اشتغلت فتره وبعدين اشتغلت فتره مع راجل برضه مجري برضو قصة تانية خالص ومدرسة تانية خالص، تكتيك كتير قوي، تحفيز كتير قوي، تمام. مهم جدا برضو ان انا يعني خدت اكتسبت خبرات كتيرة من المدربين الكبار دول، الحمد لله رب الحمد لله قادر ان انا دلوقتي الحمد لله اوصلها توصل المعلومات للولاد والخبرات دي للولاد الصغيرين في الاكاديمية. اشتغلت في نادي القادسية الكويتي بعد نادي التضامن، انا كنت الحمد لله رب كان فترة مهمة جدا فترة القادسية الكويتي. الحمد لله حققت فيها بطولات كمان، حققت فيها بطولات الحمد لله رب، عملت يعني في عملت ريكورد هناك للنادي نفسه، لعبت 33 مباراه، فزت ب 31 مباراه وتعادلت مباراتين، والمباراتين اللي انا تعادلتهم سبحان الله كنت بشارك ناس كتيره جدا بره التشكيله يا اسامه ما بيشاركوش، تمام. خدت كسبت كاس السوبر، تمام، على نادي الكويت، نادي الكويت هناك نادي يعني برضو زي ديربي هنا اهلي وزمالك، هناك القادسيه والكويت زي عندنا كده اهلي وزمالك، الاهلي يعتبر القادسيه هناك. فزت بالدوري العام، فزت بكاس الاتحاد، فزت بكاس سوبر، والحمد لله رب في السنه دي يعني اتكرمت من قبل الاتحاد الكويتي وخدت افضل لاعب افضل مدرب في السيزون يعني. واحنا دايما نتمنى لك التوفيق. الله يخليك يا كابتن احمد نخله. تعالى بقى نشوف، احنا كانت كاميرا الاشبال موجوده تمام معاكم في الاكاديميه في كويس. المنوفيه، تعالى نشوف بقى بعض اللقاءات مع لاعبي الاكاديميه وايضا المدربين. اتفضل. اولا حضرتك لو درست الاكاديميات اللي موجوده على ارض المنوفيه كلها حاليا، انجح اكاديميه حاليا هي اكاديميه النادي الاهلي اللي في نادي متخان الرياض. الاكاديميه اضافت للنادي كتير جدا جدا جدا، يكفيني ان 180 اسره او 140 اسره بيجوا النادي النهارده، نادي متخان عارفين انهم هيجوا هيتقابلوا مع الكابتن احمد نخله، هيلعبوا تحت لواء ورايه النادي الاهلي، كل ده حضرتك بيسمع بيرفع من قدر النادي بتاعنا نادي متخان، وبيخلي نادي متخان يعني النهارده لان اكاديميه الاهلي بتلعب في نادي متخان ده شرف كبير جدا لنادي متخان. اول الناس كانت مش مصدقه طبعا ان النادي الاهلي يجي عندنا المنوفيه هنا، لكن مع استمرار الوقت ومع التدريبات ومع وجود طبعا كابتن شطه وموجود اعضاء مجلس اداره ومسؤولين على الاكاديميات في الافتتاح، ادى للناس مصداقيه
الافتراضيه والناس بدات تحس ان هو فعلا لا هو فعلا النادي الاهلي، وبدا الاعداد تزيد الحمد لله، وصلنا ل 140 لاعب حاليا، وان شاء الله في جديد وتطوير معنا في الاكاديميه ان شاء الله. والله احنا حسينا من اول ما بدانا للاعلان عن وجود النادي الاهلي في المنوفيه لمسنا ده وحسيناه في اولياء الامور وفي الاولاد. دايما ولي الامر بيدور على الكيان اللي يثق فيه، والاهلي طول عمره بمبادئه بالقيم بتاعته بالاخلاق اللي بيبثها في لاعبته وفي اولاده على مر السنين، ده بيدي ثقه لولي الامر انه فعلا موجود في كيان يهتم بابنه، ينمي مهارات ابنه، يساعد على اكتشاف وتوجيه ابنه لتاديه المهارات الصحيحه، وان شاء الله باذن الله لخدمه الكيان الكبير النادي الاهلي وتحقيق حلم الولد في انه يبقى لاعب كره قدم. الاكاديميه هنا في الملعب في نادي متخان فرع الاهلي في المنوفيه، امكانيات الملعب كويسه جدا، نشاط الاكاديميه تعليم وتاسيس مهارات كره القدم الاساسيه. احنا شغالين ببرنامج تحت قياده الكابتن احمد نخله المدير الفني للاكاديميه، نجم منتخب مصر والنادي الاهلي، كل تركيزنا على المهارات الاساسيه بالنسبه للاعبين. في الاول كان عددنا 80 لاعب، كنا شغالين مجموعه واحده، بعد كده العدد لما زاد وصل ل 140، تم فصل الناس لمجموعتين اثنين، مجموعه بتشتغل من 2:30 ل 4، والمجموعه الثانيه بتكمل للساعه بتبدا من 4 ل 5:30، وشغالين في ضوء برنامج تدريبي، كل الوحده التدريبيه كلها موحده على الاكاديميه، تعليم وتاسيس مهارات كره القدم. يعني الناس مش مصدقه طبعا اكاديميه النادي الاهلي موجوده باسم بكيان النادي الاهلي، وسنان المنوفيه هنا كلها معظم 90% من الشعب المصري اهلاوي يعني، فالناس فرحت جدا بوجود الاكاديميه هنا، والحمد لله الناس متواجده ومبسوطه، واولياء الامور مبسوطين جدا الحمد لله بالاداء المدربين ونشاط الاكاديميه، وربنا يسهل لنا كده ان شاء الله ونطلع يعني لعيبه كده تخدم النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في القريب العاجل يعني. مهمة جدا يا كابتن احمد وحضرتك يعني بتكون تشكيل الاكاديميه، اختيار المدربين، سلوك المدربين طبعاً. ان اول حاجه الولد الصغير اللي عنده 4 سنين وخمس سنين بالنسبه للمدرب اللي في الملعب ده قدوته، فالنهارده بيتعلم منه كل حاجه، فالنهارده اختيار المدرب في الاكاديميه ده مهم جدا. طبعا كلام منطقي جدا ما شاء الله، احنا كمان شايفين المدربين في فرع المنوفيه حاجه رائعه بالظبط يعني. كلهم فعلا على خلق يا كابتن اسامه، وزي ما قلت لحضرتك طبعا المدرب لازم يكون واجهه، ولازم اللاعب كمان يقتنع بالمدرب، لان المدرب نموذج للاعب. لو اللاعب او مجموعه اللاعبين ما شافوش المدرب اللي قدامهم ان هو ستايل وعنده كنترول ونموذج كويس ان هو فعلا لعيب كوره او جاي مثلا يعمل مهاره او يعمل نموذج، لازم يكون هو فعلا على قد المسؤوليه ان هو يكون متمكن ان هو يعمل المهاره دي، لان اللاعب هيصدقه. وطالما اللاعب صدق المدرب بتاعه خلاص هيكون قدوه ليه ان هو حابب يكون زيه. فالحمد لله رب، زي ما انت شفت وتفضلتم ان فعلا مدربين على خلق واستايلات كلهم يعني الحمد لله، وكمان عندهم شهادات تعليميه كلهم، اللي معاه لسن سي واللي معاه لسن بي كلهم، وكل واحد له ملف دلوقتي في اداره الاكاديميات عند كابتن شطه، وده انت عارف سيستم النادي الاهلي طبعا ما شاء الله يعني. السيستم التزام رقم واحد يعني. طبعا طبعا طبعا. اسمح لنا نروح بقى الفاصل طبعًا. وبعد الفاصل زي ما شفنا المدربين، بعد الفاصل هنشوف برضو لقاءات مع لاعبي الاكاديميه. اتفضل. اسم النادي الاهلي لان اسمه كبير، والمهارات اللي انا اتعلمتها ما كنتش بعرف انطق الكوره، انا دلوقتي بقيت بجيب بالعشره وبالعشرين. احنا بنيجي نلعب تدريب وبنتدرب تمرين حلو، والتدريب يعني بيدل يعني اللي احنا يعني ما بنلمس يعني الكوره كتير، وبننطق الكوره على وشنا، وتدريب حلو يعني. بيقول لنا ان انتوا تستلموا وتلعبوا كويس ولمسه ولعب. اهم الحاجات ان انا اتعلمت من الكابتن ان انا العب كويس، بتعلم حاجات كتيره من الاكاديميه هنا. يعني الكابتن علمني ان انا اعمل حاجات كويسه كتير، يعني لما حد يقع من صحابي في الفرقه اللي انا بلعب ضدهم اقومهم واسلم عليهم ونكمل لعب بعضها. عرفت انطط وعرفت اجيب جول من بعيد
وعرفت اخد الكره ضهري وعرفت اعمل زوزم كل شويه وانا بلعب مرت. انا بحب نادي الاهلي وانا كنت صغير كنت بلعب فيها وبحب كابتن شطه وبحب العب في النادي الاهلي. اهم حاجه احنا كسبناها اصلا قبل ما نكون لعيبه في الاكاديميه اللي هو الاحترام ده اولا واللعب جماعي. كلنا هنا بنعمل يعني بنشتغل لاجل الفرقه بس اللي هو احنا لاجل الاكاديميه في المنوفيه ونشرف اسم المحافظه. يعني باذن الله مع الكباتن وكابتن احمد وكابتن كلها هنعمل يعني ايه هنعمل حاجه كبيره في المنوفيه وهنعمل يعني هنوصل لمستوى كبير في مصر كلها. اهم حاجه هنا الاحترام. بعدين بيعلمونا كيفيه الاستلام والتحكم بالكره الاستلام والتسليم وبنعتمد هنا على لعبه حلوه وبنتدرب شبه ما احنا شايفين كده بنتدرب وبعدين نلم ونمرقص وكيفيه اللعبه الحلوه. اهم المهارات ان احنا نتعلم اللعب الجماعي والاستلام ونسلم الكره كويس واللعب الجماعي اهم حاجه. ما شاء الله كابتن نخلة حاجة رائعة، حاجة رائعة من بداية التزام الشكل العام، الزي الموحد، زي المدربين، حتى سلوك المدربين وكمان السلوكيات اللي الولاد بيتعلمها. لفت يعني انتباهي ولد صغير وهو بيتكلم ولد في الماتشات لما ولد بيقع لا انا بقومه بشده بالظبط. ولد بيتكلم على النادي الاهلي وهو نفسه يلعب في النادي الاهلي، فشيء رائع صراحه. طبعا شيء رائع طبعا يا اسامه، واحنا اتعلمنا كده وهو طبعا يعني بيتكلم اتكلم بفطره على فكره، يعني حتى مش مرتب كلامه ادهم ان هو بيتكلم بفطره. انا مثلا لو زميل وقع ولا حاجه منافس ليا لا بروح اسلم عليه، دي الروح الرياضيه ولازم هم يتعلموا على كده ويتاسسوا على كده ان ما فيش شد وجذب، لا نحافظ على بعض واحنا زمايل، وهي دي كره القدم. يعني هي دي كره القدم له اصدقاء، بنحاول السن الصغير دوت نخلي الولد برضو ان هو له شخصيه تمام برضو يتسمع له، ان لو انا كلمت معاه او ولي امره حاول يتحاور معاه لازم على الاقل تسمع له عشان يبني عنده شخصيه ان هو شخص محترم. زي ما انا بكلمك اسمع لي برضو، مش عشان انا صغير تهمش دوري وما تسمعليش. فالحمد لله رب احنا برضو يعني شغالين جوه الملعب وشغالين بره الملعب الحمد لله. عندكم مواد في الاكاديميه اكيد؟ عندنا عندنا. يمكن انا كنت بقول لك برضو في الفاصل يا اسامه ان في ناس بتتعلم وفي ناس عندها استجابه تمام، استجابه بشكل ايجابي. يعني في ناس بتاخد المهارات الاساسيه اللي عندنا، مثلا بنتكلم على الجري بالكوره او السلام والتسليم ده امر طبيعي، لكن في مثلا في اربع خمس عناصر موجودين ولاد مراحل سنيه بداوا يظهروا دلوقتي مراحل سنيه مختلفه، هم عندهم الموهبه موجوده، موهبه من بدري موجوده. دورنا ان احنا بقى نسقل الموهبه دي نحافظ عليها تمام. الجانب البدني طبعا والجانب الذهني احنا شغالين عليه برضو، ان مش كفايه برضو ان انت تبقى عندك كنترول في التقسيمات بترقص واحد واثنين وتلعب باص وتحرك الكره عنده موجوده، لا كمان احنا لنا دور ان احنا نحافظ عليك والمهاره دي نحاول نحافظ عليها ونسقلها ونحاول نطورها للافضل بالجوانب بقى البدنيه بتاعتنا والتكتيك والامور الفنيه اللي انت عارفها. واحنا بنتكلم برضو عن الاكاديميات، معانا برضو كان في مهرجان ويوم كان في مباريات وديه ما بين اكاديميه الاهلي في الشرقيه واكاديميه الاهلي في مركز شباب الجزيره، برضو كانت كاميرا الاشبال موجوده هناك. تعالوا نشوف يعني بعض اللقاءات وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل اسال ضيفي بقى على لحظه انضمام النادي الاهلي ولحظه توقيعه مع المهندس عادل القيعي. طبعا المهرجانات دي بتبقى مهمه جدا، اللعيبه بتلعب ماتشات بتتعود على احتكاك ما بين الاكاديميات الخاصه بالنادي الاهلي. فالنهارده مركز شباب جزيره الاكاديميه بتاعت النادي الاهلي واكاديميه النادي الاهلي الشرقيه، وده تاني ايفنت زي ما انت قلتي، حاجه بتبقى مفيده جدا للعيبه، بياخدوا ثقه في نفسهم، بيحتكوا مع اعمار سنيه زيهم في نفس المرحله السنيه فبتديهم الثقه، فدي بتبقى مفيده جدا بالنسبه للولاد. يعني انا طبعا مسؤول عن النواحي الفنيه، في برامج تدريب لكل الافرع لكل المدربين ثابته بتتغير، انا بغيرها كل فتره من 15 لشهر، بنغير برامج التدريب بالنسبه لكل المدربين موحدين سياسه التدريب بالنسبه للعيبه. الاشراف طبعا بالنسبه للمدربين وتقييمهم وتطويرهم دي برضو حاجه مهمه جدا. انا بقى بالنسبه لي يمكن انا عشان اشتغلت برضو في قطاعات الناشئين فترات كبيره جدا، اخرها كنت في قطاع الناشئين نائب مدير قطاع الناشئين في النادي من 3 سنين،
انا الحمد لله ربنا مديني ملكه عناية كويسه، بقدر اكتشف اللعيبه اللي مستواها ممكن ان هم يبقوا كويسين، وفعلا انا بسجل بصورهم انا من خلال الشغل انا الخاص، بصورهم باخد اساميهم بحيث المتابعه بتاعتهم حتى بعد كده تبقى في منتهى سهوله مع المدربين بالاتفاق طبعا مع المدربين بتوع الافرع. الهدف من المباريات ديت الخارجيه ديت طبعا تفيد العيل وتخلي الولد من دول ياخد على الماتشات الخارجيه يشوف زمايله في الاكاديميات الفروع الثانيه، بيستفاد كتير جدا فعلا، لانه بيستفاد اللاعب بيعمل مباريات وديه مع الشطه، وانا بعمل مباريات وديه عندي كتير، انا دي خمس مباريات وديه الفتره اللي فاتت، وهنا بروح مدينه نصر بعد كده ان شاء الله الفتره اللي جايه، كل ده بيفيد اللاعب، بيعمل احتكاك للاعب يستفاد منه، وعندنا عناصر موازيه جدا في الاكاديميه، يعني كم شط شافهم قبل كده موازيين جدا، ومنهم بيروح القطاع قريب. بس كابتن خالد هيبص عليهم ان شاء الله الفتره اللي جايه، وان شاء الله ربنا يوفق ان شاء الله. اللعيبه المميزه احنا دايما مقسمين، حتى في اللعيبه عندنا احنا مقسمين الفترات، كل مرحله سنيه ليها ثلاث فترات، كل فتره على حسب مستواها، فدايما اللعيبه المميزه احنا دايما بنخليهم في اخر مستوى، بنشوف دايما حتى الاحتكاك دايما ما ينفعش نعمل احتكاك ضعيف مع فرقه قويه، دايما بنعمل الاحتكاك القوي مع الفرقه القويه في كل الفروع. فمعنا برضو لجنه فنيه بكابتن شطه كابتن خالد جد الله، وانا موجود فيها لاختيار افضل العناصر. اللعيبه الكويسه قوي بنقدر نضم لقطاع ناشئين، بتنضم وبتعمل معايشه مع قطاع ناشئين. اللعيبه الثانيه لو القطاع مش محتاجها بتنضم لانديه ثانيه، اي نادي ثاني في مصر برضو بيبقى له نصيب وحظ من الاكاديميه كبير جدا. احنا يعني لما في فروع جديده داخله غير بنبقى عايزين نكسب، غير ما احنا كده كده بنلعب ضد بعض، فاحنا عارفين ان احنا كده كده فرقه واحده، ف يعني لما احنا فرقه واحده فكله برده بيتدرب عشان يغلب الفرقه الثانيه، فلما الفروع دي تيجي عندنا نعرف نغلبها، وهي دي فكره التمرين والتقسيم. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن احمد، كنت عايز اسالك قبل الفصل بقى عن تجربتك مع الفريق الاول بالنادي الاهلي، قلت لي من اللحظات اللي ما اقدرش انساها او لما قعدت مع المهندس عادل القطيعي وانا بوقع، ما كانش فيه شروط ولا اي حاجه خالص، مجرد ما قعدنا رحت موقع للنادي الاهلي على طول. فعلا دي حقيقه، وحصل كل الكلام ده حصل فعلا. انا كنت في المقاولين العرب الفتره ديت، نادي المقاولين العرب طبعا، واداني كتير بصراحه نادي المقاولين العرب. جات لي فتره احتراف، فتره معايشه في نادي اوترخت الهولندي، وبصراحه ادوني فرصه ان انا اسافر، وسافرت فعلا وعملت الاختبارات هناك والتحاليل الطبيه والحاجات دي اصلا انت عارفها، والحمد لله تمت الموافقه كمان، يعني الحمد لله وافقوا ان انا انضم لنادي اوترخت. فلما رجعت النادي من العرب، لما بعتوا فاكس عن طريق الاتحاد المصري لكره القدم، كان ساعتها موجود اللي هو حرب الدهشوري وكابتن سمير زاهر الله يرحمه، نادي من العرب رفض العرض، كان 250 الف دولار مع انه وقتها كان رقم كبير. بالظبط كان باشمهندس صلاح حسب الله كان له رؤيه ثانيه خالص وله وجهه نظر ثانيه خالص، ان انا كنت لاعب منتخب مصر الاول، وقال ان انا يعني انا يعتبر انا موجود في منتخب مصر، ودي دعايه للشركه، يعني شركه من العرب طبعا عارف الاسماء انها كبيره جدا و مقاولات كبيره ويعني لها دور طبعا في الوطن العربي وفي العرب. بالظبط، فقال لا احنا خلينا احنا مش محتاجين فلوس، المبلغ كان كويس جدا. زعل، انا اللي زعلت طبعا، كان نفسي يعني اخد فتره الاحتراف، وطبعا رحت النادي هناك، ومش عايز اقول لك يعني يا اسامه قعدت حوالي شهر ونص تقريبا، وعشت اجواء اللعب المحترف بالظبط كده، وصحيان بدري جدا وتمرين وتطلع ما حصلش نصيب يعني فيها، لكن بعد كده الخطوه كانت للنادي الاهلي لما رجعت. مجرد لما رجعت واتكتب اعلن في الجرايد الرسميه ان نادي المقاولين العرب رفض العرض الهولندي احمد نخله، فكان من الباشمهندس عدي بصراحه تواصل معايا ورحت قابلته، وكان خلاص احنا في نهايه السيزون، يعني خلاص الموسم كان بدا ينتهي. فعرض عليا طبعا ان انا اكون من ضمن صفوف النادي الاهلي، وكان ساعتها الله يرحمه كابتن صالح حسين كان موجود، فقال لي هتمضي معانا العقد، قلت له همضي معاك العقد، فقال لي انت ليه ما اتكلمتش في تفاصيل وكلمت السنه كام؟ كابتن صالح الباشمهندس عدلي. قلت له انا همضي يا باشمهندس عدلي، وحضرتك بقول لك كابتن صالح ان انا خلاص اوكي يعني. وفعلا مضيت وكلم الكابتن صالح وقال له ده ما اتكلمش في حاجه ومعانا. ما كانش فيه اي شروط وقتها ولا اي حاجه؟ ما كانش فيه، كان هو يعني كان في فئه اولى في النادي برضو، كان كابتن شبير، كان ساعتها وليد صلاح الدين، كان ساعتها حسام ابراهيم، دي كانت فئه اولى يا اسامه. فسبحان الله انا كنت فئه ثانيه، كان الفئه الاولى 50,000 جنيه. فانا كان العقد بتاعي 40,000،
فكابتن صالح قال له، قال للباشمهندس عادل انا فاكر اليوم ده، قال له خلي احمد نخله فئه اولى زي النجوم الكبار تقديرا علشان وقعته ما كانش ليك اي شروط. بالظبط. كابتن احمد نخله ابتدى مشواره في شبين كوم صح كده؟ نادي غزل المقاولين، شبين بعد كده المقاولين، الاهلي، يعني المصري بورسعيدي، يعني كان في عديد من الانديه. مظبوط. ايه المختلف في النادي الاهلي اللي انت شفته في النادي الاهلي في الفتره اللي انت تعايشت فيها ولعبت وقضيتها في النادي الاهلي؟ عايز اقول لك برضو ان يعني النادي الاهلي مختلف، ان في سيستم موجود على اي رئيس نادي بيكون موجود في سيستم من الاداره، من الاعضاء الوزاره، من لجنه الكوره، ان انت بتلعب على بطوله. وده شيء مهم جدا، يعني خليني اتكلم على المبادئ والسلوكيات والانتظام والالتزام، كل ده موجود. لكن ان انت بتهيئ ولادك او تهيئ قطاع الناشئين ان انت بتلعب على بطوله، ده شيء مهم جدا جدا. بتزرع في الولد من صغره حته القياده، ان انا عاوز انجح، عاوز اكسب حاجه للنادي. فده شيء مهم جدا مش موجود في انديه كتير. يمكن من الامانه برضو المقاولين العرب كانت في فتره ان احنا بنحاول، يعني انا طول فترتي في المقاولين العرب، يعني كاس مصر وبطوله افريقيا لعبت كل تصفيات، وبطوله افريقيا النهائي لكن ما لعبتش النهائي. بس ايه؟ يعني انت بتتكلم في خلال حوالي 7-8 سنين انا واخد كاس مصر وبطوله افريقيا مع المقاولين العرب. لكن في النادي الاهلي في خلال سنتين واخد حوالي 5 بطولات، دوري، بطوله عربيه، بطوله نخبه، بطوله سوبر. فاللي انا شفته في النادي الاهلي بصراحه حته الالتزام، حقك موجود. مشيت بعد فتره، يمكن رحت النادي المصري البورسعيدي بعد فتره، وبعدين لما رجعت كنت في معسكر في المانيا بعمل اعداد مع المصري، رجعت لقيت سامي قمصان، طبعا بحكم ان هو صديق شخصي ليا، لقيته بيديني شهادات استثمار. قال لي دي كابتن عماد اليماني الله يرحمه. الله يرحمه. قال لك كابتن احمد، كابتن عماد اليماني بيقول لك اتفضل دي شهادات استثمار. دي كانت مستحقات لي، دي كانت مستحقات ليا، مكافاه فوز الدوري بعد ما انا مشيت. بعد ما انا مشيت بحوالي 3 شهور. والنادي الاهلي ما خدش، ما كانش حقك زي أنا زي ما بنشوف في انديه ثانيه. برافو عليك. لعيبه بتمشي. لا انا ليا مستحقات. لعيبه ثانيه بتمشي بالزبط. وبنشوف مديرين فنيين واجهزه بتمشي بالزبط. وما بياخدوش حقوقهم. انت هنا في النادي الاهلي وحضرتك بتقول بعد ما مشيت بيكلموك بعدها ب3 شهور تعالى، وكانت المستحقات شهادات استثمار. خدت الشهادات. وبعد كده لما رحت الانديه ثانيه الامانه برضو انا راح عليا يعني حسيتها ان انا لما رحت اختبار يعني في نادي تاني لقيت فعلا ان انا ليا مستحقات ما خدتهاش. فهو ده فرق بين النادي الاهلي وبين انديه كتير جدا. معانا خبر مهم دلوقتي، اتحاد الكره يخطر وزاره الرياضه بعقد الجمعيه العموميه ويعين العطار مديرا تنفيذيا رسميا. ارسل الاتحاد المصري لكره القدم برئاسه احمد مجاهد خطابا لوزاره الشباب والرياضه اعتزام الاتحاد الدعوه لعقد جمعيه عموميه غير عاديه بناء على طلب الانديه ووفقا للائحه الماليه الصادره عن الوزاره، فيما تم الانتهاء من تصنيف الأندية التي لها حق حضور للجمعية ب 146 ناديا. من ناحية أخرى قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين وليد العطار مديرا تنفيذيا للاتحاد بعد قيامه بأعمال المنصب نفسه خلال الفترة السابقة، وذلك تمهيدا للعرض على الجمعية العمومية حسب ما تقضي اللوائح المنظمة لذلك. ده الخبر الذي يخص اتحاد الكرة حاليا. كابتن احمد شرفتنا ونورتنا. الله يخليك يا كابتن اسامه، شكرا. وانا مبسوط ان انا كنت موجود معاك ومع كل جمهور النادي الاهلي، وبنتمنى لك ان شاء الله التوفيق خلال الفتره اللي جايه في مهمتك في اكاديميه النادي الاهلي في المنوفيه. ان شاء الله كل التوفيق يا كابتن احمد. شكرا يا كابتن اسامه، شكرا. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، بشكر ضيفي الكابتن احمد نخله اللي كان مشرفنا ومنورنا النهارده، ونتمنى له كل التوفيق خلال الفتره الجايه في قطاع اكاديميات النادي الاهلي. اخيرا قبل ما اختم مع حضراتكم، رابطة الأندية علشان الخبر ده أو الرأي اللي أنا هقوله لحضراتكم دلوقتي بيخص قطاعات الناشئين. رابطة الأندية من ضمن اختصاصاتها هي إدارة المسابقة، إدارة مسابقة الدوري الممتاز، وأيضا كمان إدارة السوبر المصري، دي من اختصاصاتها. خلال الفترة اللي جاية من ضمن رؤية رابطة الأندية أيضا كمان فريق الشباب في الأندية، فريق تحت 19 سنة، عايزين برضو وبيفكروا ان يكون ليهم دوري اسمه دوري شباب المحترفين زي ما موجود في السعوديه وموجود في الامارات. بيفكروا ان التجربه دي تكون موجوده في مصر. السنه دي ممكن صعب انها تكون موجوده، لكن ممكن السنه القادمه بيفكروا. والراي ده او الموضوع ده على ترابيزه رابطه الانديه، بتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، واشوف حضراتكم الاسبوع اللي جاي يوم الثلاثاء إن شاء الله وحلقة جديدة من الأشبال.